كوكو يا شيري، مرحبا بكم على شان يوتيوب نتاعي. اليوم جيتكم بوصفه جديده نتاع العيد اللي هي مرقيز ماجيك. الوغ علاش مرقيز ماجيك؟ على خاطرو بلاش مصارن، اما الفاح وكل شيء، المطعم الكل نتاع مرقيز. اون فيت عندنا صديقه اسمها مروه بعثت لي، قالت لي اما نعمل لنا مرقيز بلاش مصارن. قعدت نغزر انا، قلت لها كيفاش يجي بلاش مصارن؟ ايبا طلعت تفطق الفزم مش نورمال. نخليكم تتفرجوا وشوفوا كيفاش في الاخر، حتى كي تقصوا كل شيء تقوش عليه فيه مصارن ما هم فيهش مصارن. باش نبداو بالفاح. الفاح وهذا اللي تابلو لانيه كلها تنجموا تعملوها كان تحبوا تعملوا بالمصارن زيد. دوك عندنا من الاول بابريكا تنجموا تعملوا بابريكا معناتها حلوه، والا تعملوا فلفل زينه حار ولا شطار بشطار نتوما وذوقكم. عندي ملح، انا اخترت الملح الخشين. راهو تنجموا تعملوا ملح جيد، يعني انا جست هذاك عندي كوشر سولت نستعمل فيه. عندي شويه نعناع شايح، النعناع راهو يهبل ويزيد مطعم على مطعم. بالنسبه للفلفل الاكحل بالعاني خديته بوفر دو مولا، معناتها باش نرحيه بالوقت، على خاطر كي ترحيه بالوقت يعطي مطعم فريشكو ابن. مغرفه كبيره هوني هريسه عربي، الهريسه حسب الذوق زاده. وعندي مغرفه كبيره ثوم مقصوص جيد، نجمو تغفسوه ما فما حتى مشكل. هنايا انا اللحم نتاعي بيت في الفريجيدير ليله كامله، يلزمو يبدا بارد باش تخدموا بيه، والا من الاول تاخذوه هكايا معناتها فريشك، ومن بعد نقول لكم وقتاش تحطوه في الفريجيدير باش يعاونكم بعد باش تفورموا المرقاز. كانكم باش تعملوا مرقاز في وسط معناتها المصارن ما تستحقوش يكون بارد. دوك اللحم هنا انا اخترته كله علوش، دوك 80% لحم 20% شحم. تنجموا تعملوه مثلا مخلط، كيفاش تعملوا مخلط؟ مثلا كيلة العلوش نصها بقري، كيلو علوش نص كيلو بقري، رطل علوش نص رطل بقري. اذا كان باش تعملوه قد معناتها قد البقري قد العلوش، راهو ينجم الفورمه معناتها اكل الفازه ديك اللي باش تجيكم. كيفاش يجيكم من برا المرقاز تقوش عليه فيه مصارنك، الكوش البرانيه ماهيش باش تجيكم به، يلزم العلوش هو اللي اكثر. كان باش تعملوا في وسط المصارن تنجموا تعملوا كيما تحبوا، تنجموا تعملوا حتى كله بقري ماهوش مشكل. بلا كمان صبيت الفحات هذوكم. توا باش نقولكم حاجه على البسباس، راهو مو هذاك البسباس اللي على اليسار واللي على اليمين هذيك تيبل. البسباس راهو مهم جدا في المرقاز التونسي. دونك انا هذيا شوا بيرسونيل وننصحكم تعملوها، وبطبيعه تنجموا ما تعملوهاش كان تحبوا تاخذوه حاضر البسباس والتيبل، تنجموا تاخذوها كالمرحي حاضر. اما راهو كي تعملوها هكايا وتقليوهم شويه، تقليوهم اسمها ما نعرفش اسمها هذه، المهم تحطوهم هكاك في القليه، اما من غير حتى شيء معناتها جوست على النار تحركوهم شويه من غير ما تخليوهم يبداو يترشقوا. ما لازمهمش يبداو يترشقوا، جوست تخرج منهم تبدا تخرج الريحه نتاعهم ونهزوهم للمهراس، والا فنيت با اوبليجي بمهراس، نجمو حتى بكا الماكينه اللي ترحي وتبداو ترحيهم. راهي الريحه والمطعم نتاعهم كي يبداو هكا فخي ومازلتو كي تقصوهم ماهوش نفسه كي تبدا مرحيه وشارينها ومحطوطه غاديكا وعندها قداش في الدبوزه معناتها في الكوجينه، وانتم بيان سور ليكم الاختيار. انا نحبهم هكا يبداو كبار شويه، تنجموا تخليهم كبار شويه، تنجموا ترحيوهم كومبليتوم انتم حرا. بلا نكملوا نزيدوا الميلونج هذاك لبقيه اللحم نتاعنا. وتوكا هاو كملنا الفحات ساهلين ياسر. تو نكتبهم لكم دونك في صندوق الوصف باللغات الثلاثه، خاطر المره زاده سالتني قالت لي تحب الفاح باللونجلي. كاو فوالا دونك دخلتوهم مليح. انا جوست ملون عملت شويه بالمغرفه هذيك اللوحه، من بعد اختصت بيديا اختصوا بيديكم باش يدخل مليح، ومن بعد تغفسوه معناتها تحاولوا تخدموه مليح كيما العجينه تعملوه، تعجنوه مليح ومن بعد باش نحطوه في الفريجيدير. دونك بالنسبه للناس اللي يخدموا بيه فريشك توا لازمكم تحطوه في الفريجيدير ليله كامله. كنكم كيفي انا هو ديجا بيت ليله كامله اللحم في الفريجيدير، جوست نحطوه في الفريجيدير ساعتين من زمان باش يعاود يبرد، سورتو توا الدنيا سخونه باش النجم يعاوننا في الفورمه. كيف الناس اللي باش تخدم بالمصارن ما تستحقوش تعملوا هذا الكل، تنجموا تخدموا بيه ديريكتومون وتحطوه في المصارن. يا مسواعد صوب ومر يا تونس الخضراء، حق المروج الخضر والبحر والصحراء. اي اهو جيت العروسه. دكتور باش نبداو نفورمو، سهل على الاخر راهو
تحب نقولها للمرأة فرشمون يعطيك الصحة على الفكرة، على خاطر أنا كنت ديما نبخل في يا باش نعمل المرقاز، نبخل على المسار وتنظيف ودرا شنوا، ولا نبخل باش نمشي نقعد نشري فيه. وهي طلعت سهلة الحكاية، سورتو وليدي عجبتهم، معناتها جات فريمون سوربريز اللي وليدي عجبتهم، خاطر الراجل ما ياكلش العلوش. دوك مناش علاش في مخي هو ما ياكلش العلوش، دوك هما واش باش ياكلوا، لوك سي با فغي، عجبتهم على الاخر. بالفورمة هاكا سهل شي ما فيه، دوش دوبا هاكا تفورمو. حاجة بركة نقولكم، راهو يلزمكم تقراو حسابكم اللي هو 80% لحم وعشرين بالمية شحم، دونك باش يشرب وباش يذوب الشحم، دونك باش يتنحى، دونك الحم باش يشرب. اقراو حسابكم كيف تعملو، اعملو اطول شوية من الفورمة اللي تحبوا عليها فينال، ودو بلاش اخشن شوية باش بعد كي يشرب هاكا الفورمة تجيكم كيما تحب. بتوا باش نغطيوه وباش نخليوه يقعد ليله كامله في الفريجيدير، كيما باش تعملوا بالمسارن. بعد ما تحطوا كل شيء في وسط المسارن كيف كيف، تخليوه ليله كامله في الفريجيدير وتبداو تستعملوه من غدو، ما تستعملوش فرد نهار باش الفيح يدخل فيه مليح. بهنايا حبيت نوريكم كيفاش باش تكنجلوه زيادة، معناتها خاطر هو مادام ما فيهش مسارن فما ريسك اللي هما يلصقوا بعضهم كي تحطوا في الكونجيلاتور، ومن بعد كي تنحيهم من بعضهم يقلقوك. دونك اوزك فيه كل وحده جات وحدها ريتهم احلى، كان لاصقين سي با غاف، مد هالكعبه وعاود فرمها هكا شويه بيدك، راهو ماهيش مشكله يعني. نريد هذيك الرابعه لاصقه شويه فوالا. طب شوريكم كيفاش باش تعملوا الكونجيلاسيون. هوني تجي تاخو اكل بابيي ترانسبارون، شو اسمه سيلو بابيي سيلو فان احنا نقولوا، وتحطوا ونبداو نحطوا بين الكعبه والكعبه، نعملوا كيما الحيط صغرونه كي بالبابيي اوزك فيه، ونحطوا الكعبه اللي بعدها. هذه اسهل طريقه، وان بلوس من بعد كي تجبدوه من الكونجيلاتور ما تسحقوش تجبدوا شكاره كامله، تنجموا تجبدوا الشكاره وتمدوا قديش من كعبه تحبوا، سهله على الاخر. تنجموا تعملوها حتى في المرقاز اللي بالمصرانه راهو كان تحبوا يعني. يا تونس الخضراء ولا شو محلها الفاز، حطوهم توا في لي ساك نتاع الكونجيلاسيون هذوما، وكيما شفتوها تنجموا تمدوا كعبه زوز، تمدوا قد ما تحبوا، وسهله على الاخر الحكايه. توا باش نبداو نقليو، دونك هذوما هما بيد مغا جوست شطرهم حطيتهم في الكونجيلاسيون في الكونجيلاتور، وشطرهم باش نوريكم كيفاش. دونك باش نعمل لكم زوز طرق نوريكم كيفاش تشويوهم، جوست نحب نوريكم قداهم، مش معناتها تحفونا الفازه على الاخر عجبتني. دونك كي تشويوهم اظن يهضروا محليهم شادين رويحهم على الاخر، اظن محلاه كاينو مرقيز بالحق. ولا راجلي معناتها انا راجلي اون فيت معقد من المرقيز ومن الساسج ومن الحاجات هذوما الكل ما ياكلهمش. دونك هذايا كيف قلت وراه والله لا فيه ما فيهش مصرانه ما حبش ياكلو، دونك قلت ما رجيت اعملهم مكعبر كعابر كما الميت بول هكاك يمكن هو اللي ياكلهم، ما حبش ياكلهم، دهرولو اللي هما كاينهم من الساسج معناها. ولا هذه بالنسبه للقلايه تنجم تحطوهم كيكه ديريكتوم في القلايه زيد يهبطوا زيت نتاعهم، راني ما حطيت حتى زيت حتى شي هذاك الزيت نتاعهم هما. هذه عملتها من بعد حاجه جوست من الاول حبيت نوريكم هكايا، اما من بعد هذيك وفات عجه حسيلو في الله. ولا اي حبيت نوري اورس كي تقص، حتى كي تقص تقش عليه فما كوش من البرا، جيتو كيفاه تقش عليه فما كوش من البرا، نتعارك انا وياها باش نقصو. ولا مرقيزنا احضر، جو احلى جو. هذوما الثلاثه اللي حطيتهم في القلايه، هذوما الثلاثه اللي على الساعه بتبيع لازمني ناكل، ما نجمش نصور من غير ما ناكل. هذوما الاربعه اللي كانوا فوق الكري، جست حبيت نوريكم معناتها كل وحده كيفاه كيف كيف امورها واضحه. ولا ان شاء الله تكون عجبتكم الفازه على الاخر. حبيت نقولها المراه فريمون يعطيك الصحه الف صحه، ادعيوا لها بدعوه به يا بربي، على خاطر فريمون فكره تحفونه على الاخر طلعت لنا بها، ولادي عجبتهم. دونك جو في فير بلوس كو اون فوا معناتها في العام باش نعملهم برشا مرات هذيا. ولا كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي ثامز اب، كلكم اول مره تفرجوا فيا دو فو زابوني على شان كهو، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ونشوفكم في الفيديو الجايه. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشره، يا مسواعه صوب وغمر يا تونس الخضراء. حق المروج الخضر
والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود والعشرة حق المروج الخضر والبحر والصحراء